ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر واليوم والكتاب والنبيين والنبيين وآتى المال على واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأقام الصلاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين أولئك الذين
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين تقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين إن الله سميع عليم
فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات أياما فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر أياما معدودات
فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا يريد الله
بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي صدق الله العظيم.